انا لما سالته قبل الفاصل لما دخل الجون في الدقيقه 85 الملعب كان فاضي فاضي فعلا، بس ترج وحياه ربنا ترج. انت شفت الناس واكيد شفت ضحكهم وشفت دموعهم وشفت الهزه اللي تهزها الاستاد استاد القاهره بعد جون قفشه. طبعا سولية اكيد، بس الجون ده لانه كان في الدقيقه يعني خلاص احنا حسمنا كنا النهائي بالجون اللي دخله محمد مجدي قفشه. كلمني بقى لما جريت بعد الجون والله بجد وقلعت التيشيرت وجريت على الناس، شفت ايه؟ احكي لي كده وصفك للمشهد ده. انا ما كنتش حاسس بحاجه بصراحه، هو انا بجري وخلاص عايز اجري اعمل اي حاجه فعلا، بس فعلا رحت للجماهير عشان احتفال مؤمن، بس ما كنتش عارف اعمل بس فعلا كنت حاسس ان انا سامع صوت جامد، حاسس يا كابتن الملعب بيترج، يعني بسمع الصوت حاسس ان في ناس كتير في نفس الوقت، لا هم قليلين بس الصوت عالي جدا، بس الصوت عالي. انت عارف انا حصل فيا ايه؟ انا الجون دوت يعني انت عارف انا كنت قاعد طبعا يعني مع اصحابي والدنيا هص هص والناس كلها بتتفرج على الماتش، ساعات بيبقى فيه الارسال ديلي ثانيه او ثانيتين، فانا قبل انت يعني انا بتفرج عليك قبل ما بتشوت انا سمعت الناس هيصت، فانا يعني انا على ايه؟ بيقصوا على ايه؟ لقيت بعديها بثانيه الكوره جول. طبعا كان احساس رائع، وعايزك تحكي لي قصه الجول ده، لان انت انا عارف قصه الجول ده يعني مش مجرد صدفه لكن تمرين اتكرر كذا مره قفشه يعني. يا كابتن يعني طبعا الحمد لله، يعني ده اغلى جون في حياتي، واتمنى ان انا في الماتشات الكبيره اللي زي كده اتمنى ان انا يا رب اجيب جوان دايما عشان احقق بطولات مع النادي الاهلي ان شاء الله. بس الجون ده بالنسبه لي يعني اغلى جون في حياتي، لان يعني البطوله دي بعيده عن النادي الاهلي بقى لها 7 سنين مزبوط. وكل جماهير مصر وجمهور النادي الاهلي كان مستنيها، لكن زي ما قلت لحضرتك انا الجون ده يا كابتن تقريبا ثالث جون هكرره برده، يعني ماتش الوداد برده وماتش الدوجو مع المنتخب نفس الضغط، بس ده تمرين يا كابتن، يعني تمرين ده شغل مدرب وشغل تمرين، احنا بنتمرن وبنسعى وبنحاول على قد ما نقدر. حتى الجون اللي سولية جابه ده تمرين، احنا بنتمرن على الكورنر سولية هيروح فين وده هيروح فين وده هيروح فين، فهي يا كابتن طالما حضرتك بتتمرن وبتبقى عارف نازل الماتش هتعمل ايه 1 2 3 ده بيخليك تنجح في الماتش. قرار التصويب على طول يعني انت خلاص مقرر قطعت هتشوط، يعني مفيش تردد في القرار. يعني انا الشوطه اللي شطتها قبلها يا كابتن هي دي اللي خلتني اديتني دفعه ان انا اشوط الفاول. انا بعد ما شطت الفاول يا كابتن انا كنت قلت الحمد ان شاء الله هجيب جول، بيني وبين نفسي حتى السولية عمال يقول لي لازم نتعب عشان نكسب، اللي مش هيتعب في اخر 10 دقايق دول مش هيكسب، اللي هيتعب هو اللي هيكسب. وفعلا احنا كنا عمالين نجري 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 وما نلعبش كوره، بس بنجري وبنضغط وبنضرب، عشان كده ربنا كان بيقول لك كده بقى بين الشوطين. لا ولا كان بيقول لك اخر 10 دقايق اخر 10 دقايق في الملعب الكوره وقفت، حد من الزمالك وقع فراح جايبني قال لي يا قفشه مش هنكسب غير لما نتعب، شفت لازم نتعب عشان نجيب جول، لو ما تعبناش ربنا مش هيكرمنا، اللي هيتعب اكتر في اخر 10 دقايق هو اللي هيكسب. بعدها ب5 دقايق جبت جول. ده حصل فعلا، ويمكن كمان ده الدور اللي كنا بنتكلم عليه، يمكن كان الشناوي يتكلم طبعا الدش بتاع الشوطين ده يعني ده مهم، وانت كمان لازم كمان انت قفشه يعني انت من اللعيبه الكويسه، مش لازم تكون لعيب قديم في النادي الاهلي عشان تبقى ليك صوت، انت لعيب مؤثر على المستوى الفني ان شاء الله الفتره اللي جايه، انت الله. كمان من الناس اللي تزعق، عندنا ايمن اشرف من ورا وعندنا الشناوي وعندنا ياسر ورامي وبتكلم على نص الملعب عمرو السولية، انت في الحته اللي قدام انت اللي تكلم مروان وتكلم اجاييه وتكلم، يعني الحته دي كمان مهمه، لانك انا عارف انت عندك الامكانيات ديت وعندك امكانيات فنيه كبيره جدا، فبغض النظر الناس انا شايف الناس بتتكلم ان قفشه بقى له 3 ماتشات، انا شايفك انا من وجهه نظري شايفك من احسن الفترات اللي انت بتلعبها في الفتره اللي فاتت، لان في ناس ما بتشوفش الدور التكتيك اللي انت بتلعبه، امتى تقف على الكوره وامتى تطلع الناس وامتى تهدي الملعب وامتى ما يكونش فيه ميز باص، فانا شفت دوت وانت يعني انا بحييك انت من نجوم الكبار، وان شاء الله باذن الله لا عندك اكتر كمان ان شاء الله. ان شاء الله طبعا بشكرك على الكلام ده، بس فعلا والله يا كابتن يعني حضرتك يعني انت حضرتك دربتني في انبي صحيح، كنت انا عندي تقريبا 17 سنة كنت لسه صغير في الفريق الاول ولعبت مع حضرتك وكنت ماشي كويس، وكنت ساعتها كنت في الرجاء اعاره لو حضرتك فاكر، وانت طلبتني ان انا ارجع مع حضرتك. كان ده فريق ممتاز فريق مطروح، كان رحت اعاره كان في الممتاز، لعبت معاهم 6 شهور يعني الحمد لله، والكابتن هاني ساعتها رجعني انبي ولعبت معاه. كنت دايما يا كابتن احب التمرين، احب اتمرن، التمرين حلو اتمرن، الكابتن يقول لي ماشي انا التمرين كان كويس طبعا التمرين كويس ما دايما بنتفرج على فيديوهات لألمانيا طبعا كان في كوره كتير هو دايما لعيب الكوره عايز التمرين اللي فيه لعب كوره، احنا لعيبه الكوره عامه ما بتحبش البدن ما بتحبش الجري كتير، خلي بالك الكوره كمان الكابتن هنا عارف حاجه زي كده اكيد، دايما الكوره فيها بدني اكتر، البدني بالكوره اصعب، تقسيمه وباص ده في
في حاجات كتير طبعا. بس فالحمد لله.